ليسن 3. ليسن 3 الموضوع مال هذا الليسن بيج نمبرز، نمبرز الارقام، واخذنا من 1 ل 10 واخذنا الارقام ام الاحاد 0 20 20 30 40 اوكي، واخذنا شلون ندمج رقميا، يعني شلون اقول 63 45 وهكذا. اليوم الارقام الكبيره اللي هي المئات والالوف، مئات والالوف، باوع وياي بيج نمبرز الارقام الكبيره. كلمة 100 100 وانتوا اخذتوها، بس اذا اريد اقول 100 200 ثلاثة قبلها خلي لي رقم 100 100 200 200 300 300 ونقاط. شنو معنات هذه النقاط؟ يعني بعد من تريد تقول 700 700 من تريد تقول 600 600 من تريد تقول 300 100. تخلي ويا ال 100 اي رقم يصير مرتبة المئات، يعني شلون اقول 700 7 اختي ماما 700 هاي 700، شلون اقول 900 9. اذا خلى نقاط يعني اي رقم ويا كلمه 100 يصير مرتبه المئات. اوكي زين، هذه مرتبه المئات. طبعا هو هذا بس هذا الملخص الدرس القادم بامتحان. عندنا الالوف، فك عينك زين. كلمه الف 1000، كلمه الف 1000 باء ثاوز، وكلمة آند اللي وي هاي على مود تسهل لكم الحفظ. ثاوزند شلون احفظها؟ ثاوز وآند، كلمة آند اي اندي، ثاوزند يعني الف، تصير الف الفان، ثلاثة آلاف أربعة آلاف وهكذا. باعوا وياي 1000 الف، 2000 الفان، 3000 ثلاثة آلاف. إذا أرد أكمل أقول 7000 7000 9000 وهكذا. اذا شنو الموضوع؟ باوع الموضوع تراجع الارقام من 1 لل 9 من 1 لل 9 وتحفظ كلمه 100 كلمه 1000. شلون اجيبه؟ اكتب لك الرقم، اكتب لي انت الكلمه خلاص. الالاف تعرفون ثلاث اصفار ومئات صفران. اوكي يلا راح نقرا بيج 25 24 25. القطعتين اللي بالكتاب حقرا اول شيء صفحه 24 وبعدين صفحه 25، هذه فقط قراءه بالكتاب. يلا ماما باعوا بصفحه 24. هاي سام، ماي نيمز عادل. اوكي هلو عادل، وير ار يو فروم؟ اي ام فروم عراق. اي ليف ان بغداد. وات اباوت يو؟ ماذا عنك؟ اي ام فروم انجلاند. اي ليف ان لندن. نكمل المقابلها. الكابيتال العاصمة اسمها عراق، واللانجويج عربيك، والوذر الطقس هوت اند دراي، هاي ماخذين. نجي على انجلاند قبالها، الكابيتال سيتي لندن، واللانجويج انجلش، والوذر مالاد اند ويت. حقرا القطعة اللي جواها كل واحد الشخص وجبال. واتس ذا كابيتال اوف عراق؟ ات از بغداد. واتس ذا لانجويج دو يو سبيك؟ اي سبيك عربيك. واز ذا وذر لايك ان عراق؟ It is hot and dry. صفحة 24 و25 درس القادم قراءة بالكتاب. الامتحان فقط lesson 3 اللي هي big numbers الأرقام الكبيرة بس. Do you have any question؟ No. عندنا سؤال؟